السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضية. حقق المنتخب الياباني فوزه الثالث بالبطولة الآسيوية لكرة اليد، وذلك بعد فوزه على نظيره السوري ب24 هدفا مقابل 15، وبذلك تتأهل اليابان بشكل رسمي للدور النصف النهائي من البطولة الآسيوية بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط. وفي ختام مباريات الدورة التمهيدية للمجموعة الأولى، حقق المنتخب القطري فوزه الرابع على التوالي، وذلك بعد تغلبه على المنتخب الكوري الجنوبي ب38 هدفا مقابل 23، وذلك في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة خليفة الرياضية. تنطلق مساء اليوم الجولة الأولى من منافسات القسم الثاني لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بإقامة 3 مباريات، حيث سيلتقي فريق الأهلي بنظير لبسيتين عند 6 على استاد الوطنية، فيما يشهد استاد مدينة خليفة لقاءين سيجمع الأول بين سترة والرفاع عند 6:45، في حين يلعب المحرق أمام الملكية عند 8:00.